بس بس يلا خلصتوا؟ انا ترى متعمد قاعد اسجل لا عشان تعرفون المعاناة اللي انا اعانيها. انا كنت اثنين وكنت يبين، الحين صاروا اربعة فانا اصلا لازم المهم انا خلصتوا؟ يلا السلام عليكم، معاكم ابو فهد من قناتكم وقناتنا قناة بلاليط، ومعاي اصحاب المحتوى الرئيسيين وهم البجري فهدين والجعدة خليفة. السلام عليكم. ومعاي ناس وهم اصحاب المكان لانهم عيال اخوي، واكيد تعرفونهم من قبل اللي نتابعنا من زمان، موجودين في احد الفيديوهات راح احط لكم اياه بصندوق الوصف، وهو خاص بحدث فورتنايت. إيه؟ نعم، في اعتقد قبل سنه الفيديو 8 شهور 9 شهور. حلو. المهم فكانوا هم معانا، هم اصحاب مكان ما هم ضيوف، وحابين يتشاركون مع الاولاد فهد وخليفه في تجربتهم بلعبه بلاك اب 6. نعم، كود اللي هي كول اوف ديوتي بلاك اب 6. الناس منها كود، الناس منها كول اوف ديوتي بلاك اوبس بيتا، نسخة البيتا، نسخة التجريبية، وكلوز بيتا هذه حق الناس اللي عندهم النسخة بري اوردر. حلو. البري اوردر اللي هي لا اي بري اوردر عادي؟ لا بلا صدق اي بري اوردر. حلو، فاللي عنده بري اوردر اكيد نجربها. حاب اقول لك استمرارنا مبني على دعمك او دعمكم لنا، فلا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واذا ما عندك شيء تدعمنا فيه شنو تدعي لنا. ايه تدعي لنا، هذا اهم شيء. نعم ونعم بالله، اهم شيء توفيق الله سبحانه وتعالى اللي ما يلي الا بدعاء الوالدين ودعاكم انتم كمحبين ومتابعين. سلمتوا سلموا سلموا السلام عليكم. سلموه يقول انا والله ما راح امزح شيء. ايش تعرفوا السلام عليكم. السلام عليكم. المهم السلام عليكم. خلاص بس قلت خلاص مو حلو هذا شاف مايك ما ين صدق ما حلو باخذه بيت. المهم خلوني اكمل. فهد هو راح يبلش معاكم، راح يكون عباره عن شرح للقوائم وشرح حق الشاشة الرئيسية في اللعبة، اللود اوت والكاركترز الموجودين، ويعني سوالف خاصة في اللعبة. انا امانة سنتين او 3 سنوات قاطع عن اللعبة، ما اعرف عنها شيء ولا ودي العبها، وما حابيني ان يعرضون عليكم هذا المحتوى، وان شاء الله الله يوفقهم وانتم ايضا تتمتعون وانتم تقدرون تكونون قناعاتكم لتشترون هذه اللعبة او لا من خلال تجربة الاولاد فيها. خالصين؟ عندكم شيء بتقولونه؟ لا حلو، طولت المقدمة وايد، انا وايد ضحك عشان تعرفون. انا ودي ان تدشون معاي في التجربة وتعرفون المعاناة اللي نعانيها. الناس وايد تقول ان ترى التسجيل سهل، انك تبني محتوى سهل، لا صعب جدا. غلطة واحدة تعيد. نعم غلطة واحدة تعيد، وعندك اذا بعد عصابة متيمعين فاخذ ضحك ما راح يخلصون. ما ودي ازف قدامكم، بس خلونا نروح نكمل مع فهد عشان نعرف اللعبة شنو فيها. يلا. لما تقعد مع ناس مو كفو وهم لو شغلت تلقى نفسك فجأة ماسك برد وياهم وقاعد هذا اللي قاعد يصير، انه من 10 قوم صار منهم. انا اساس انه ترى المفروض اصلا مالي شغل وما اسجل، بس فجأة لقيت نفسي قلت له يجيب لي برد، ولا كلهم يبين برد وياي، كلنا قاعد نسجل وناكل برد. لو نقول كديدي احسن. لا لا احسن. المهم فهد عندك القوائم، تفضل المايك. اول شيء هاي قوائم البيتا، يعني اللي مو لعبه اصليه. هاي شوف قوائم هذه مالت بلاك ابس في الكامبين سنجل بلاير. حلو. لما قلت حلو انا قصدي البر. السنجل بلاير هو الكامبين، والزومبي معروف الزومبي ترى ها بشرح. مانجا مانجا همبي همبي همبي. خلنا ناخذ اللقمه. سلايد كانسل ولا هذا؟ سلايد كانسل. يلا يلا. وش هذا الكامبين؟ هذا الزومبي، مو الزومبي البايخ من مورفي 3 اللي ما بعود، لا هذا الزومبي مالنا اللي عارفه اللي روندات. والملتي بلاير راح تكون في قائمه رابعه مات الورزون. يعني هذا الحين ما اضافوها الورزون. لا لان هذا بيت. انا احتمال يكون صوتي بعيد فبعلي صوت شوي. يعني فهد عندك 3 قوائم رئيسيه في بدايه اللعبه. عندك شنو؟ الملتي بلاير والسنجل بلاير والزومبيز والورزون. والورزون. سنجل بلاير هو الكامبين تقصد؟ حلو، 4 قوائم رئيسيه. الحين في لما تدش لما تدش تبي تلعب، اول شيء خليني اشرحها. في الطور الكور هذا مال البيتا، الكور مش بيت اللي 6 ضد 6 هارد بوينت و هارد بوينت ودومينيشن. هارد بوينت كنترول رانك بابا مضيع. هارد بوينت دومينيشن، وفي ما بين ان هذا كلوزد الماب، ما بين راح تنزل الماب. وفي تريننج كورس هذا التدريب. ايش تسوون انتم؟ هذا الحين الهد القائمه نفس بلاك ابس، ان على اليمين تطلع لك ربعك طلب الغضغط، وعلى اليسار تبدا جيم، وعلى اليسار فوق التحديات، فوق على اليمين الليفلات والسيتنجز اللوي. على اليسار عدل؟
لا هذا التحديات. اي. وعلى اليمين ربعك يدشن معك في الملتي بلاير. مدشن الاونلاين من ربعك. الاونلاين يعني لازم يكون مدشن معك. ايه. بس يبين لك الاونلاين وهذا قبلك نفس الشيء. ايه. حلو. دش على ندش على الويبنز هذول هذول الكل يعني ستريكات. وارفير نفس الشاشة. ماكو فرق؟ لا في فرق. شو الفرق؟ يحطون يحطون دبل اكس بي دبل اكس بي موجود بس لما ربعك ما يكونش ربعك الدش ربعك تضغط ار 3 ويطلع لك بس حتى القائمه مو كذي غير غير ربعك طالعين لك بويك ايه هذول الكل ستريكات او السكور ستريك هذا غير السكور هذا السكور ستريك زياده تاخذ لا لا غير هذا سكور لما تذبح يعطيك سكور هذا غير غير نظام عن الكل ستريكات ما ادري اذا في كل ستريك ما ادري خلنا نقرا لا ما ما في كل ستريك سكور اسمه اسمه سكور ستريك هذا كل ستريكات اليو اي في الار سي كار اليو اي في هذا شنو هاي سكاوت لا هذه اي في وهذه الكانتر يو اي في وهذه الواتش دوغ اللي هي اوفر واتش هليكوبتر هذه والكروز انا تخصم بدل الاسامي حق ستروم خرابيط صوتي واضح تسمعوني بحط لكم اسلحه البيتا اول شيء نبدا بالاسلتات الاكس ام 4 الاكي وعندكم الكريك انا اسمه كريك لان شكله كريك الاس ام جي السي 9 الام بي 5 والجاكل الشوتجن مارين والال ام جي اكس ام جي الماكسيم رايفل بالنكست كان في اثنين بس هذا واحد تبون تشوفون اسلحه اكثر دشوا على النكست فهد الاسلحه اكيد مو كامله يأدي بس نحطهم الاسلحه في ناس تسال سؤال يقول لك الاسلحه القديمه راح تكون موجوده بالورزون بس بالورزون راح تكون موجوده بس بالورزون إيه. زين لو انت عندك اسلحه في بلاك اوبس السابقه لا ما راح اكيد اكيد متاكد اي متاكد 100% غيروا النظام متاكد 100% المحرك غير يعني اه لا مو المحرك غير اللعبه غير غير يعني اللعبه ثانيه جزء ثاني يعني معناته اللي دفع فلوس وتكلف اسلحتك تقدرون ترى في وايد ناس يلعبوا كت 16 تردوا لعبوها اسلحتك هذه وياك بالورزون لكن مو وياك بالملتي بلاير اي اسلحه هذه موردن ويرفار 3 وموردن ويرفار 2 الجزئين السابقين اسلحتهم موجوده بالورزون اذا بتلفل السلاح تدخل موردن ويرفار 3 حلو يا خليفه حبيبي لو تجدم شوي عشان صوتك يطلع رحمك الله رحمك الله عادي اعطس انسان زين الحين بشرح لكم انا برد واحنا نلعب ردت على عطسه اوكي خير خير اول شيء هذا الاتاتشمنت غير النظام بدل نظام اللويال الخايس مال الجزء اللي طاف ردوا النظام البسيط اللي تاخذ الاسلحه يعني نظام بسيط والكوزمت عندنا الاسلحه نظام الرتكل رجع يعني فوايد ناس يحبون الشيء وانا بصراحه يعني من معجبين الرتكل وكل ربع اللي مني قاعدين يحبون الرتكل ردوا الرتكل والالوان رتكل السكوب انتم ما قبل لما كنت كوت 16 بالسكوب كنت تقدر تغيره الشيء اللي داخل السكوب انك اي تقدر تغيره ردوا النظام تقدر تغير حق الفاتر ما تقدر تغير حق اللي يحبون نظام الالوان والتذهيب وكذي هيكون في الوان حق الملتبير والالوان حق الزومبيز والالوان حق الورزون كلهم مختلفين هذا شيء يعني اضافه يعني جرايند جديد ترى تلفل في كل مكان عشان تحصل مو تلفل لا اي صح عشان الذهب مو لو شنو كان اصعب شيء بالتلفيل كنا اتفقنا ان اصعب شيء التلفيل بالتذهيب ايش كان خربطانا خلنا افهمك زياده اسهل شيء اصعب شيء بالتذهيب كان التلفيل الحين لا اول ما تاخذ سلاح ذهب على طول ما تحتاج شيء هذا شيء وايد حلو قبل عشان تفتح لون حق السلاح لازم تلفل بعدين تسوي تحدي لا الحين تحدي على طول تسوي هذا اللي سمعته يعني مو لازم يعني تقصد بدون تلفيل التحدي يحتاج ليفل قبل الحين لا ما يحتاج الا التحدي مو لازم ليفل إيه هذا اللي سمعته انا هذا اللي قريته يعني. إيه. حلو اوكي ورد ما راح ارجع العب اللعبه كمل ورد نظام الاتاتشمنت القديم مو قديم مال البلاك اوبس هالمره بشاركم الاداه اول شيء عندكم سلاح البرايمري وعندكم سلاح انا عشان انا حط اوفر كيل شوفوا في انا بشرح لكم الوايت كارد انه شافت الوايت كارد اول شيء انا بشرح لكم خلينا نروح عند الادات الثاني مثلا نسوي كرييت نيو ندش هذا اسلحه اول شيء البرايمري بعدين السكندري بعدين عند السكينه السكينه شلون تضغط انا لما ادش جيم ندش زياده بس تضغط ار 3 مده انا امادي كل واحد عنده عدادات بس انك كانك بتفنش تضغطها مده الاعدادات حلو كمل دش يكون عندك ثلاث اسلحه السلاح ما تريد غيره بس ستينة واحدة وتوقع يضيفون ستينة يضيفون بوكسين بلاك أوبس يضيفون لك حتى شو اسمه الفاس يمكن إيه في فيلد أبجريدات هذول تروفي حق رانك وهذا هذا ما شنو تحس إنه أنا أحس إن التصاميم أقرب حق الثمانينات والتسعينات إيه فيها وايد وايرات إيه أحس إنه شغل يعني شغل يدوي إيه والليثل اللي هو الجرانيت عندنا اثنين وعندنا التوموهوك مو الثرونج نايف ايه والتوموهوك عندنا السمتكس والفراغ ها توموهوك في قبيله توموهوك لا توموهوك توموهوك هذا فاص تحذفه توموهوك صار وخلاص
عندنا ثيرمو جرانيد. ثيرمو اتوقع نفس سرمايت اتوقع انا ما جربته. عندنا مع فهد اكثر هو عنده الكلام ترى انا قاعد ورا وبسولف. والتكتيكال بعيد عن المايك. عندنا كينكوجن اللي هو الستان والفلاش والستم والبروكس الارم هذا ما جربته صار ليفل 7 تحت ليفل 11 توني. واللي حق البركات البركات في اول شيء تحت البرك الاول البرك الثاني البرك الثالث نفس اللي وبعدين قبل. دش في سبيشاليتي نفس البركات اللي قبل لا كل بلاك ابس عندها جن هو هذا وين جن هو اتوقع مني اي هذا جن هو هذا برك معروف حق بلاك ابس شنو ريسته انه يخليك توقع تعبي وانت تركض ما منزوم ملعب بلاك ابس بس اتوقع يعني مو قاري البركات بس يعني في بركات اتوقع جديده وفي بركات قديمه ايش قريتهم وايد مو فاتحهم اصلا مو فاتحهم في بركات جديده بس جن هو معروف يعني البركات مالت بلاك ابس القديمه في برك سبيشاليتي هذا يكون شفت تقدرون توقفون فيديو تقرون انه ما راح اقرا لو يضيع وقت وايد عندنا الوايت كارت اللي تحط سلاحين وني هذا بيرك هجريد هذا لحين ما فتحته وحاطين اكوب ان اكسترا بيرك هذا ما فهمته بس انه اوفر كل معروف تحت سلاحين خلصنا من الدوت الحين ندش جيم وعند اخص السكنات عندنا السكنات بس تشرحها سكنات معروفه وعند البركسايد معروف يعني عشان ما لها داعي في سكنات مميزه في البيتا وهذا حق الفولت اديشن هذا الفولت اديشن هذا الفولت اديشن عندنا هذا مع بروتس كلها مالت موتر كومبات ولا شنو لا الزومبي هاس كانت زومبي هذا اللي عرفتوه الزومبي الغثيث حطه ما يجرب ايه. حطه موجود خلاص نحطه يلا عشان خليفة وفي الفينيشات رد ردوا شيء قديم شوف الفينيش ها ضحكه طو خيال الفينيش يطلع لك نفس فيديو ايه هذا شيء قديم هاي فينيشات اللعبة موجودة يعني تقدرون تدشون حطيك فينيشين بس البيت تو بعدين تقدر تشتري خلنا بالمنيو اكثر ركز على المنيو خلنا الفينيشات وشو نحاول السكنات نفسها البارك سايد الدش بروجريشن تلفيل ابن رد نظام ال غير قبل البرستيجز كان بالشبكة صح؟ لا نظام الخريطة تبطل مثل الخريطة هذا قبل هذا مود فرتو بس تغيره غير النظام من زمان وهذا الحين نفسه نفس القديم هذا التلفيل عادي هذا مو هذا مال اللعبة بس اللعبة تلفيل صار فيه برستيج انك توصل ليفل 55 حلو بعدين يعطونك خيار يا يعني انك تكمل يا انك ترد ليفل واحد وتفتح بلي يعطونك جوائز على انك برستيجز نظام برستيجز ما اتوقع ما حد ما يعرفه يعني اللي كان يلعب بلاك ابس 1 بلاك ابس 2 كان موجود اتوقع اي واللي ما لعب واللي ما لعب موجود النظام يعني اشرحه شرحته انك لو توصل ليفل 55 توصل ليفل 55 انت بتكمل على 56 57 ولا تبي ترجع ليفل 1 واسلحتك كلها تتقفل بس الالوان اللي تفتحها والتعديلات اللي تفتحها السلاح يتقفل بس الاشياء اللي تفتح داخل سلاح ما تتقفل عاد ترد تفتح سلاح عادي موجود يعني مثلا هذا سلاح جاكل انت ليفل 1 وصلت ليفل مثلا البرستيج يبدي ليفل 10 وصلت ليفل 10 فتحت السلاح مثلا رد لفلت سلاح شيء وتقعد تقول لا انا برد بسوي برستيج رديت سوي برستيج سويت برستيج ورديت ليفل 1 الاشياء اللي فتحت داخل سلاح ما تروح الالوان السلاح يقفل ترد تفتح كل شيء موجود هذا النظام شو الفايده لما ترد يعطونك جوائز يعطونك مثلا اشياء يعني في توقع 1000 ليفل في برستيجات 18 برستيج شيء كذي يعطونك جوائز عليه يعني ريورد يعني اشياء انتوا فهمتوا يعني وايد العاب كود فيها كذي الحين ودامي بدي احط تحكمك صح؟ رد لكم بالجيم انا خليفه والجيم بلاي راح يكون عندي يا اخي والله اللعبه خرافيه ها خليفه هذا شك حرام راح اثنين تحكم مو بالضبط يعني بس اللعبة خيالية واحد راح سنايب وحش وين يا اخي وينهم ما يبينون بنفسجوا ايه ما يبينهم راح واحد قلتك خذيتك هي بالغلط عليك شنو مربع ورا واحد خلفوز ها كشوي يا اخي سلاح من الارض مستحيل خلفوز يا اخي تكفى اوكي مالي مالي وراي والله جدامي جدامي ما شفته يلاك شوي يا
مين ويساري كلهم عندي يا اخي. كمبرين داخل الايم شوي بطيء ما ادري ليش بطيء. ايش لاك تلعب دي فايف؟ الايم بطيء من نفس اللي كنت تلعب فيه بالزون. والله بطيء حيل بطيء الايم عندي. هذا تاكت وطق خرافيه لما تنزل كامله صح؟ لا حرام. اي استنى راح حرام. دمجت واحد قلنا الان صعب عندي مو متعود عليه. كوكو عندي 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 مكمبر مكمبر الكبار. راح عمري راح ثاني عمري راح سياره عمري وحش قلت مليون مره ساعتي فوق فوق تحت تحت عندي 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 بسي 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 راح سلاح بحاسمه لما ولا حطت راح اطرح طلعت لي دبسي. قول 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 شقوني أربعة. الدبسي أنا عباني عباني واحد بس لون ما يبي ما هذا. ما تسمعي. آه ما يجوا. الحين منو الحين ما نقدر كابتشر منو منو أنا في اثنين يا أخي ما أقدر ما أقدر أفرق. اسود ونسجي حمض صح طيب حيل شدها شدها يا اخي تشوفه بفوزون وين راح اخلي حماس بس لا مستحيل راح وراي 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 قدره بسي واحد راح سنايب واحد راح سنايب وحش وحش والله عبالي والله عبالي انت ضدي مستحيل ما اقدر افرق ما افرق اسود بنفسجي نفس الشيء مشكلة من بعيد ما يبين الا متأيم يعني. واحد عندي واحد عندي. واحد واحد. غادرة غادرة. احنا واحد. بحاول بحاول امسك واحد اوري المتابعين. لا بي 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 امسك بي تعال تعال تحاول حول بي حول بي. عندي 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 عندي. شيله 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 والله تقدر. ما فهمت مو بس بشيله. شلون ذبحني هذا؟ كتنين. ما فاز ما فاز مالك قول ثلاثة بي بطيء وايد ليش بطيء الايم لما ايم توقع فيها حاطه 60 انا انا ب 80 والله احسب فتاة شلون كون يا عيال صح ذبحت ذبحني مالك مالك بحاول اشدها بس في شيء بالاعدادات ما ضبطت ما ضبطت فلا لا لا بس لا تكنسل شكلها والله والله نزل علي صاروخ تمام الحمد لله ما مت عندي عندي راح شفته شفته صح لا تكفى مستحيل العين وايد بطيء لو تلاحظون بس والله العين بطيء الله الله صواريخ
راح لسكوب سنايبر. واحد ثاني. واحد ثالث. وحش. راح لا 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 تكفل حرام تكفل الرابع تكفى يا رب. لا سويت شيء خيالي سويت شيء خيالي مستحيل. واحد. لا عندي 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 ما بخيالي صح؟ راح واحد تتتتت راح واحد عمري راح ثاني يا عمري حبيبي كيف عندي 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 وينهم يا اخي مستحيل كلهم نفس اللون كلهم ما اقدر افرق اسلح بالارض خلنا نجربه وريهم المتابعين لعيونكم المتابعين فنشت لعيونكم عيني عيني راح اثنين عمري ما بخيالي صح؟ اوف راح واحد دي 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 بسوي شيء بسوي شيء بلعب سيارة ما دربت له مرة بس شلون شي تمشي راح ثاني ولا سيارة خالية فهد الصغيرة ما شو تتفجر تتوقع تقرب من واحد راح واحد فهد في سيارة خالية سريعة راح واحد اخي وينهم يا اخي ما ادري خطر 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 سريعة وايد مستحيل ما قدرت اتحكم فيها واحد فنشني 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 حرام شو هي شنو صار شنو صار شلون اطلع منها والله ما اعرف ما عرفت لها والله مستحيل شلته لا بسني برا انا كلكم نفس اللون ما فرق اوه بطراسي كم ذابح حليفه انا ايه؟ 24 سنايبر وحش انت انا 36 سنايبر عمري حبيبي لقطه لقطه تكفى لقطه والله بطراسي لا تقدر بالسنايبر لا لا يقدر بالسنايبر عشان الستكوبات وما شنو مرات احاول اسمجي شي لو اسمجي على الستوك وكل شيء خيال يكون حارق انا سنايبر فهد يا عمي ثقيل سنايبر برو ثقيل تعود عليه تعود عليه شوي هتمارك هتمارك تكفخ الفوز عادي بقول له ترى حاول يعني انا قاعد اذبح ما قاعد احفظ ترى السبب ما ادري انا من البنفسجي انا الاحمر احنا من الحين يا اخي واحد راح سنايبر الثاني راح يحرك انا يحرك لقطه تكفى لقطه 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 بابا وش انا بسي راح طاح طاح سنايبر راح بفتح كروس بسنايبر ما طلعت خلاص طلعت كذا ما ذبحتهم ولا كذا ما ذبحتهم بسنايبر راح سنايبر ما مت له مره طقع قاعد تكفى هنفوز ما بقى شيء هتمارك تمارك مت من زمان لا بس 30 انا 40 كل تقريبا حيكون يعني كل تقريبا كلهم بسنايبر يعني احنا فايزين فايزين باقي شو باقي باقي ثانيتين ثانيتين يا عمري يا عمري يا عمري كفك اتوقع انا صراحه انا اتوقع ذبحت وايد ترى ما يبي منه ما يبي منو هذا؟ عمي هذا بس 43 خيالي والله ماب الماب تذبح فيه تنخش سنايبر تلقطهم واحد واحد خيالي احلى ماب احلى ماب عندي صح؟ لا كم ذابح انا؟ انا ذابح 32 المشكله هذا متحكمي اميني انا سويت الجيم
ماشي انا والله انا شوف ريبا ريبا نفس اسمي تخيلي والله فهد انا فهد القبله راح يكون عندي وراح العب بالسنايبر والاسم جيل هذا خل نحرك اليد شوي بس شوي خلنا عدلي يلا يلا عدلت المكان الحين بشدها شوي عذر اللعب تراني يعني مبتدئ بلاك اوبس هذا خليفة؟ لا والله نفس كنا والله وحش لا وراك ثاني ثاني خليها تطب شي عشوائي فهد عيني وحش شيله لاق لاق بسرعه لي صح كرش كرش لا ما كرش ما كرش كم كم كرش علق عادي احنا احسن ما ذكرنا خلينا نذكر العيوب اللعبه اول شيء تكريش سيرفرات هذا فهد اتكلم عن تكريش واللاق وديدوس تكلم تكلم انا بلعب في هاكات وايد كثرانه كلفد كثرانه كلف ديوتي كثرانه بدليه لا هذا كل كل او شنو شنو ديدوس هذا واحد من انواع الهاكات اللي منتشر حيل برانك وايد برانك ومو بس رانك مو بس رانك كل اي شيء قلت لك شوف لك شوف لك شوف ان شاء الله ما نواجههم بالكود وفيه في امبوتين نزلوا ناس امبوت والله شالي بهذا بس والله اسم جي هذا حبيته حيل واضح انه راح يكون هو توقع هو الاكسن فور حق رانك توقع يكون او بي راح ضرب شوت شقيتهم ولا شقيتهم هذا طاح مات والله ابو له شوف 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 والله لا كنت بنقز هذا بس ما مو متعود انقز يعني شوف هذا الباب يتسكر يتبطل لا لما يتبطل تنزل هني تدي سلايد كنسل تعطيها تنزل كراوتش هذا شنو سكيورتي ريبوتينج اتوقع هذا الباب اللي اتوقع اتوقع ولا والله ما ادري والله فايزين الجيم شنو هذا صرقعت والله هذا والله الماب حلو يعني في عمق في اماكن شي سريه تنصحون باللعبه شباب والله انا انصح حيل 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 انصح مو لا تشتري ترى اذا تشتري حق البيت البيت جاي بتجربه ايه دي لا لا احنا اشترينا عشان نبي ننقل لكم تجربه لكن بيتا كذي كذي يا ترى شهر 10 تريضين الناس تونا شهر 10 راح تنزل هي يعني. اي ريضين بشكل عام اي وين ما حد بالبيت والله غش هم نزلوا تحتات عند البوينت ما شفنا في حد فاضي واحد فوق 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 ليش احس انك قاعد تلعب ليش كلوت هذه قامت سبانات طلع كلهم وراي ترى سبانجلوت اي ما عليك تونا نطلع السنايبر زين راح شوي شوي راح على الطاولة تين تقريبا ما شلون بس بنقلب مرة ثانية لا لا ما قلب مرة ثانية لا 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 حد لو حد لو طاب تسحب وحش خليفة راح احنا هطلع عنده شيلة انطر انطر انا ما حط ستم صح انا بيستم واقول عندي سمتكس شنو هاي ثيرمو جرانيت خلينا نجرب خلينا نجرب معاكم اوريكم الجيم بلاي ونجرب واحد سنايبر واحد ثاني سنايبر اوه اه اوه حلوة تصدق شوف هيلي شوف هيلي تضح بسرعة وحش 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 قوية حيل والله عبالي عندي ستم عندي ستم عندي ستان وحش سنايبر وحش سنايبر حطني نفسي أربعة وأربعة مني واحد ستوب حرام وحش. كمبرين مستحيل والله العظيم كانت تطلع حلوة تخنزل في ستم بوست لا ما في بس هيل بورزون بورزون شفت فيه شفنا بكادوتي نكست ايه اوكي كم سكوبات حيطلع حتني حرام والله اني جبت انت خلينا نجرب سلاح ثاني ابي اجرب الامب هذا اي سفور يلا يلا زين يا جماعه اللعبه والله حلوه وايد شنو هذا ماسك ماسك لا ماسكته خايسه ماسكته خايسه ما كان واضح الزاويه خلينا امسك شذي شو الفايده فواز راح عادي صوت بشري ترى وحش وحش وحش
واحد خلاص خلاص بجال ذبحته والله اكسن فور خيال. لا 16 خيال ها؟ خيال والله لا بلعني وحده على وجهي طنطن. وحش وحش خليفه الا كروز كروز ولا هذا جاب علينا كروز تقول كروز يا ابو هذا وش دوك وعظيم كود ابدعته بالجزء هذا الصراحه. وهذه بيت تخيل هذه بيت يعني المشاكل اللي قلناها لاق والسفرات حتى ما تتعدل ان شاء الله. ان شاء الله الهاكات بعد ما اتوقع بس ان شاء الله يعني. حلو شنو هذا؟ اوب 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 الحركات ودع. لا 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 ما مو مكان هو ليش يجي وبس والله خاف يجيني فتور كذي. هد والله جبت هد بطيت وجهه حرام. طب 20 ودع كذي تفتح مفتح ما له مفتح والله صح. اي سنايب كل شيء فواز ايش رايك باللعبة؟ ايش رايك باللعبة فواز؟ الله الله وحوش وحوش والله ضحك ناس اللعبة. لا ذبح ذبح سمعت صوته سمعت ايش فيك يا كرش يا اخي فواز هدي ها رحمك الله اعذروا لنا ترى فواز عاطس ها صار مت وش مت تميم عليه هيد الله حرام يا اخي اسفين اسفين يا جماعه واحد شري يطلع شري يطلع الله واحد لاق لاق ذابح 24 شادينها والله اوكي كم ذابح؟ 17 زين زين ترى انا مو حريف يعني خليفي مو 20 خليفي 25 كم كل خليفه مو طالع صدق ما يطلع 24 يطلع تحت طالع سكور انا وين قاعد ايمن ايش فيني؟ راح احس سنسيتيفتي بعلي شوي راح السنايبر في الاومني موفمنت شوفه ابغى سايتم يلا موت يلا صايده عمي انت ما تتحرك يعني قوي راح السنايبر شنو هذا؟ هذا شو اسكه؟ فجاهز؟ يلا نلعب السلام عليكم السلام عليكم شلون افجر سريع سريع حلو ما السلام عليكم السلام عليكم والله والله ترى من زمان ملعب كل ايش؟ الان تدعم لا لا لازم افجر امان ليش بيك يعني انا قاعد اخلط راح والله لا سمجي خيال راح سنايبر اوكي ما في شيء يعوض يعني الرايفل حلو بعد حرام بس تتكي علي علي ولا بتتكي لا اتوقع انا حسبة النيد وانت والله لا مو مارك والله انقذ الدولفين ها شو قاعد سده راح سنايب يلا يلا شلون قصدي شلون قصدي ما في 30 انا لو هارد كور لو النتف نتفه اضرع عليكم بحته وحش وحش بسم الله توني داخل المشكله المسكاتهم تنرفز المفروض اطق ستم كل اللي بالارض راحوا وحش 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 واربع راحوا عقبهم
الله ايزي. عرفت وينها؟ اطلع اطلع اطلع. وينهم؟ شلون شي اختفى؟ اوكي. مستحيل ما مات. فهد فيك ساكت تسولف، عطنا تعليق اي شيء. والله قاعد مندمج باللعب صراحه. لعبه خيال ها؟ اي والله. شلت شي نقل؟ وهق نفسه. وهق نفسه بنفسه. تجي تبين لقطه حرام نسكوب. خد يمه. مستحيل. والله طيبني. هاني مسكين زعل صدق كنت طلع انا من نفس اللعبه. وين وين والله الهاردات يعني شكلها حلو يعني مثلث لا 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 تفاصيل حلوه صغيره بس يعني حلوه يعني 37 ابي 50 اوكي 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 صباحي يعني حكر واحد من هناك فيش بالشاور حمام هذا مسكته خيال برانك ما شلون بتخيله شي برانك 15 واحد يمسكها راح السطر وفي شيء صح جديد بعد بالاعدادات نسيت اقوله بالحلقه يمين 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 واحد واحد مكشف اوف دايف امسك فيها فيها رده فيها رده فيها رده فيها رده حرام حرام فيها رده فيها 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 صح ابو هذا مين لا بنجس فيك فيها ذا فيها قاعد فوز قاعد ايش ثاني ايش ثاني يمكن مسكه 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 مسك. روح النكس روح النكس روح النكس نكس 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 النكس تطلع 11 ثاني نفس نفسك روح النكس نكس 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 مش نكس 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 نكست نكست ماسك نكست ماسك نكست ماسك نكست ماسك ماسك نكست شالني واحد طب نكست طب نكست طب نكست طب نكست وحش 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 فيها فيها قرب فيها روح فيها روح قطعت نيد شفت شو سويت فيه اتاب هذا ما رجع هذا ما كمل اثنين طبيت بوينت واحد تحت طب 45 وين كم واحد محطة صباحي قرب صمان قرب صمان قرب صمان قرب وحش ايه قلبناها والله شديتها والله كل سمر ربعين كل الله وحوش العينك من قلبها منو منو لا والله حرام انا صوت الجيم انت لا توقع شوف سوى شي خيال يعني والله انا اتروح اضرب الجيم اصلا وبشذي نكون خلصنا حلقتنا اليوم يعطيكم العافية على المشاهدة وإن شاء الله عجبكم محتوانا ندري أننا مقصرين محتوانا شوتينج وراح أرد لكم محتوى رانك وتو في تو وبرايفت واللي تبونه وسيرش اللي وارزون اللي تبونه وإذا تبون أي شيء اكتبوا لنا بالكومنت ولا تنسون الدعم باللايك وشير وسبسكرايب نشوفكم على خير فمان الله السلام عليكم.